الله الرحمن الرحيم. النهاردة التقرير المحدث لمصر فيروس الكورونا حتى هذه اللحظة 1447 حالة مشتبه فيها. الاثنين الإيجابي هو الأجنبي اللي كان إيجابي في أول شهر فبراير وثبت أنه هو سلبي بعديها على طول وخرج، والحالة الإيجابية للأجنبي امبارح، وبقيت التحاليل كلها سلبية للحالات المشتبه فيها. فور إعلان عن إيجابية الحالة اتخذنا كافة الإجراءات الاحترازية المكان اللي بيشتغل فيه، وزودنا المكان بعيادات للمسح وجاري عمل المسح. لا يوجد حتى هذه اللحظة أي إصابات أو أعراض لأحد المخالطين، ولكن إجراءات المسح الطبي والتحقق من الإصابات جارية حتى هذه اللحظة. أي إصابات أو جميع المشتبه في الحالات المشتبه فيها الحمد لله طلعت كلها سلبية. أرجو أن الجميع أن البيان المشترك اللي بيطلع من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية هو البيان الرسمي الوحيد لهذه الإصابات.